من ضمن الخسائر اللي ورا باب فتنة الزهد في صلة الرحم فقدان السبب الأكبر للبركة والنماء في الرزق والوقت والعمر. الرزاق صاحب البركة والعطاء هو اللي قالك لو عايز رزق واسع مادي ومعنوي صل رحمك. النبي قال كده عليه الصلاة والسلام، هو كلام النبي هو لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، هو كلام ربنا النبي بيوصله له. قال من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، يعني عمره يبقى فيه بركة وإنجازات، من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. أدي حل سعة الأرزاق للي عنده أي ضيق، ودي سبب قلة البركة في الأرزاق. لو حد فينا قاطع أو زاهد بدون سبب حقيقي في صلة الرحم،